من أحكام الحرم، هناك أحكام متعلقة بالحرم. ألف، قوله صلى الله عليه وسلم لا يقطع شجرها. إذا هذا أول شيء، إذا كنت في المدينة فلا يجوز لك أن تقطع الشجر، بينما إن كنت في غير المدينة واحتجت إلى شجر حتى لو كان هنا أو هناك ممن لا يسأل عنه أصحابه أو ممن هو مشاع فجاز لك قطعه، أما في المدينة لا. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم إني أحرم إلى أن قال أو يقتل أو يقتل صيدها. إذا الصيد، لذا ترى الحمام ما شاء الله يأخذ راحته فيتنقل على بين الناس ويأكل ويقدم له الطعام، لأنه سبحان الله ألهم أنه لا يصاد. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها. إذا ليس فقط المنهي عن الصيد بل حتى التنفير والإخافة. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم ولا يحمل فيها سلاح لقتال. إذا من دخله كان آمنا، فهذا المكان مكان الأمن، فإن كنت من أصحاب السلاح فلا تدخل به إلى الحرم. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها. وهذا من أحكام اللقطة، فمن وجد شيئا ضائعا فهذا ليس له أن يحمله، وإنما هناك من هو معرف يحمل هذا الشيء الملتقط ويعرف به بطريقته، وهذا حكم أيضا مفهوم المعنى، لأن هذا المعرف سوف يبقى في المدينة بينما أن سوف ترحل عن المدينة، فكيف تعرف بها؟ وذاك الشخص الذي أضاع هذه اللقطة قد يبعث واحدا مسافرا آخر وراءه يبحث له عن اللقطة، فإن كنت قد أخذتها فقد سافر فلم يصل إليك، بينما إذا وصل لمن أشاد بها، لمن هو موكل بالتعريف بها، فقد يحصل هذه اللقطة. نعم،